أهلا وسهلا بكم جميعا، ورحب بكم. كل عام وأنتم بألف خير. هذه قناة حياتنا أور لايف الحصرية على يوتيوب. نرحب بكم جميعا متابعينا وطلاب الصف التاسع. هذا الفيديو مخصص لكم. هذه أول وحدة من وحدات قواعد اللغة العربية، الكتاب الثاني المساند لمادة مهارات الاتصال. أهلا وسهلا بكم جميعا، وكل عام وأنتم بألف خير. نتمنى لكم عاما موفقا ومليئا بالنجاحات. طيب، يا تاسع عنا الوحدة الأولى، يعني هذا الدرس سوف نقسمه لثلاثة أقسام. القسم الأول رح يكون عن الماضي، ثم المضارع، ثم الأمر. شو هو بالضبط؟ رح نعمل عملية إسناد الفعل المعتل الآخر إلى الضمائر. يعني الفعل المعتل الآخر، يعني اللي بينتهي بحرف علة، هذا الفعل قد يكون يا ماضي يا مضارع يا أمر. رح ندرسهم كل فعل على حدة. أوكي يا تاسع، نبلش مع بعض. نحن أخذنا زمان، إذن إنه الفعل المعتل هو الفعل الذي ينتهي يا بألف أو بواو أو بيا. إذن حروف العلة ألف أو واو أو يا، جميعنا بنعرف حروف العلة. كل ما نشوف أي فعل ينتهي بهذه الأحرف بنسميها فعل معتل وليس صحيح. الفعل الصحيح هو الفعل الذي ينتهي بحرف ساكن وليس معتل. طيب، هاي أول نقطة. تاني نقطة بدنا نحكيها إنه كلمة إسناد شو يعني؟ الإسناد يعني نحن نحط كلمة لكلمة تانية، تمام؟ هذا المقصود في كلمة إسناد. طيب، كمان شغلة زمان، لسه عم نحكي عن شغلات رئيسية أخذناها زمان. لما حكينا عن الفعل نفسه، شو بكون الألف إذا كان ينتهي بألف؟ خلينا نشوف كلمتين اللي هي رمى وسمى. خلينا نطلع عليهم هون يا تاسع وننتبه لهم. هاي الألف المقصورة اللي هون وهاي الألف القائمة اللي هون، شو هي أصلها؟ يعني شو الأصل؟ هل كان واو أو هل كان يا؟ كيف ممكن إحنا نعرف؟ نحن أخذنا زمان إنه الألف المقصورة دائما بيكون أصلها يا، أوكي؟ وأخذنا عن الألف القائمة دائما بيكون أصلها واو، تمام؟ طيب، هاي بدنا نحفظها، تمام؟ كمان شغلة ممكن تساعدنا غير إنه نحن عملية الحفظ هاي نعرفها، اللي هي شغلتين أخذناهم. يا باخذ هذا الفعل وبعطي المضارع تبعه أو بعطي المصدر تبعه. يعني خلينا نشوف الحالة الأولى اللي هي كلمة رمى. رمى شو الفعل المضارع منها؟ يرمي، ترمي، أرمي، نرمي. إذا هي يرمي، شو هذا؟ الفعل المضارع. طيب أعطيني مصدره. المصدر هو زي المصدر المطلق اللي أخذناه زمان، يعني لما نحكي رمى الكرة رميا قويا أو رميا سريعا، كيف رماها؟ قلتوا لي رميا. كيف رماها؟ رميا أو رمي. هذا نحن بنسميها إيش؟ المصدر. إذا طلعنا حالتين، المصدر وهون الفعل المضارع، بس عشان أعرف الألف هاي شو أصلها. طلعوا عليها هون بالمصدر، هيها يا. فبالتالي أصل هذه الألف المقصورة هو يا حسب المضارع وحسب المصدر. طيب الألف الثانية اللي هي سما، خلينا نشوف نفس الشيء. سما شو المضارع تبعها؟ لما نحكي يسمو العلم فوق الأوطان مثلا، سما يسمو، تسمو، أسمو، ونسمو، كلياتها فيها حرف الواو. إذا هاي المضارع من كلمة سما. طب أعطوني المصدر. المصدر من سما، سما سموا. زي ما بنحكي مثلا نحن سمو ولي العهد، سما سموا. كيف سما سموا؟ طلعوا هايها الواو موجودة، تمام؟ إذا أصل هذه الألف القائمة هي واو في المضارع وواو في حالة المصدر. يعني هدول هن الطرق الرئيسية عشان أنا أعرف الألف هاي شو أصلها، تمام؟ هاي كلها أساسيات أخذناهم زمان، تمام؟ إذا بدكم تسهلوا على حالكم، بدكوش لا تطلعوا لا مضارع ولا مصدر مباشرة، كل ما تشوفوا ألف مقصورة بيكون أصلها يا، كل ما تشوفوا ألف قائمة بيكون أصلها واو. خلينا نكمل مع بعض ونبلش بأول قسم من الأقسام هذه الوحدة اللي هي إسناد الفعل الماضي المعتل الآخر إلى الضمائر. يعني هذا الفعل الماضي اللي أنتم شايفينه هون زي سما ورمى، بدنا نحط لها كل الضمائر اللي أخذناها. شو هي الضمائر؟
هاي هنتفرج هون على صفحة رقم 7، تفرجوا على هاي القائمة. هاي هي الضمائر، ضمير المتكلم أنا نحن، ضمير المخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن، وضمائر الغائب كلياتنا بنعرفها اللي هي هو هي هما هم وهن. تمام، هدول هن كل أنواع الضمائر. شو أنواع الضمائر المنفصلة؟ المتكلم والمخاطب والغائب. طيب خلينا نشوف هذا النص، حاطين هون تحتيهم خطوط اللي كلمة سعيا، نحكي عن خالد وعن سعيد شخصين. سعيا في تشييد دار للأيتام، كملوا رجوا أن يكون عملهما ناجحا وبقيا أو باقيا. طيب خلينا نتفرج على هدول الثلاث كلمات، سعيا رجوا بقيا، مرة أخرى سعيا، اثنين نحكي عن خالد وعن سعيد، رجوا وبقيا. كيف عرفنا أنه هدول أفعال معتلة الآخر؟ نعرف لما نرجعهم للماضي، الماضي من سعيا هدول لأنهم اثنين يعني مثنى، تمام؟ يعني اثنين ألف الاثنين وليس مثنى، ألف الاثنين يعني اثنين شخصين، رجوا وبقيا، فإذا الماضي منهم سعى رجا وبقيا. طيب حطينا لهم هدول الثلاث أفعال الرئيسية، هدول حطينا لهم إيش؟ ضمير الاثنين لأنه شخصين عندي، فعشان هيك صار عندي مجموعة من التغييرات. نتفرج على كلمة سعى، ها تفرجوا عليها هون، حطينا لها ألف الاثنين صارت سعيا، إذا صارت سعيا. ليش الألف هي تحولت ليا؟ لأنه الأصل، أصل الألف أصلاً يعني بالمضارع أو بالمصدر زي ما هلأ أخذنا هو الياء، فبالتالي لما أسندناها لألف الاثنين هلأ بيّن حرف الياء. نحن ليش حكينا لكم إنه مهم نعرف هدول المضارع والمصدر؟ عشان هلأ بدنا نعمل عملية إسناد لكل الضمائر اللي هاي شايفينها هون، يعني كلمة سعى بدنا نسندها، يعني بدنا نحط لها الكلمة المناسبة، يعني بدنا نغير أنا سعيت، ما بحكي مثلا أنا سعينا، هاي المقصود في كلمة إسناد. تمام، زي عملية التصريف باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية. تمام، بالإنجليزية ما في بس بالفرنسية، مثلا بنزيد حرف لكل ضمير معين. تمام، طيب ننتقل إلى الكلمة الثانية اللي هي كلمة إيش؟ رجا. هلأ رجا، إذا هاي بالنسبة لسعية، سعية زي ما قلنا لأنه الألف أصلها يا، فعشان هيك بيّنت لما إجينا دخلنا عليها ألف الاثنين. طيب خلينا نشوف النوع الثاني أو الفعل الثاني اللي هو رجا. رجا رجوا، رجا الأصل هي طبعا ألف قائمة، قلنا الألف القائمة بيكون أصلها واو، فبالتالي لما استخدمناها حطينا لها ألف الاثنين بيّنت الواو، وخاصة مثال يعني دليل آخر إنه الألف هاي أصلها واو اللي هو المضارع، رجا يرجو واو، فعشان هيك حكينا للاثنين للشخصين رجا وا، ما بحكي رجا يا. طيب آخر فعل اللي هو بقية، بقية طبعا هي أصلها، هي أصلا بقية، بقية أسندناها لضمير ألف الاثنين، ما عندنا أبدا أي مشكلة، اليا هيها موجودة عادي، نحكي بقية الاثنين. طيب خلينا نشوف إذا ملخص أو مثال حلو كتير على هاي الأفعال كيف بدنا نسندها للضمائر. يعني إذا إجاك سؤال بالامتحان يا تاسع قال لك أعطيني هذا الفعل اسند لي لكل الضمائر اللي بتعرفها، أول إشي بدك تعمل لك زي هيك جدول، يا بتعمل جدول يا بترتبهم ترتيب، تحكي للمتكلم ضمائر المتكلم تحكي أنا، وبتزبط لي السعية بتصرفها حسب الأنا، يعني بتحكي أنا سعي تو، ودائما حطوا ايش الحركات، جدا ضروري الحركات هون لانه كل حركه بتغير لك المعنى كامل. انا سعيت، نحن سعينا، شوفوا كيف ضروري نحط الالف الضم الفتحه مع السكون. انت لانها لشخص واحد مذكر فبنحكي سعيت، ما بنحط سعيتي، فالت اللي على فتحه للمذكر وسعيتي الكسره معروفه للمؤنث. طيب أنتما سعيتما، ما فيش اختلاف بالحالتين للبنات وللولاد، أنتم سعيتم وأنتن سعيتن. نيجي للغائب هو سعى، تمام هو سعى، رجعت هاي الفعل الماضي، رجعت الألف المقصورة، هما سعيا للاثنين، هم سعوا، تفرجوا على الفتحة كيف محطوطة، هي سعت، هما سعتا، وهن سعينا. تمام
طيب خلينا نشوف شوي، نتفرج على كلمة ساعة. بس لما حطينا لها واو الجماعة في كلمة سعوا، تفرجوا عليها. هلأ هاي في حالة سعوا، هنا صار في عندي فتحة. هون لاحظنا إذن إنه الألف اختفت، إس إع ما فيش ألف. إذن في حالة إسناد الفعل سعى اللي هو الفعل الماضي أسندناه، مش بس لواو الجماعة، هاي حالة واو الجماعة هيها. وحالة سعت لما كانت بنت هي، هيها هي سعت برضو الألف التغت، هون الألف مش موجودة. وفي حالة سعوا كمان مش موجودة، وفي حالة سعتا برضو الألف هون مش موجودة. فإذا بهدول الثلاث حالات منلاحظ حذف حرف الألف، تمام. وكمان شغلة منلاحظ إنه صارت مفتوحة العين، ساعة ساعة هون ساعة، تمام. إذا بقي ما قبله مفتوحا. طيب نكمل مع بعض، نفتح على صفحة 8، نيجي للفعل رجع. كمان يعني شوية ملاحظات لما عملنا عملية الإسناد اللي بكلمة رجع، نفس الشيء رجع بنفس الحالات نتفرج عليهم. هيها هون رجع، رجع راحت الألف هون وفتحت ما قبل الآخر، ورجت نفس الإشي، ورجتا نفس الشيء، حذفت الألف في الحالات هاي وحطينا بدالها أو بقي ما قبله مفتوحا، حطينا يعني فتحة. طيب نيجي لكلمة بقي، بقي لما أسندناها لواو الجماعة يعني مجموعة من الناس بقيوا وخلصوا، بصير أحكي أنا بقيوا ولا بقوا؟ ما بنحكي بقيوا، في مشكلة بصير. إذن لما نسند الفعل بقي الذي ينتهي بيا لواو الجماعة دائما تحذف حرف العل الياء وتضم ما قبل واو الجماعة، يعني للإشارة إنه كان في عندكم هون حرف ياء، فعشان هيك ضمت ما قبل الآخر. فإذا أصلها باقية، إذا باقية حذفنا الياء والقاف حطينا فوقيها ضمة فصارت بقو، بقو. طيب طيب إذا الأفعال الثلاثة هذول اللي قرأناهم بتكونوا بس من ثلاثة أحرف. إذا هذه هي الحالة الأولى. إحنا هون رح ندرس الفعل الماضي من حالتين. الحالة الأولى هي الأفعال الثلاثية، تمام. إذا هون فوق هذا الجدول اكتبوا لي هاي الأفعال الثلاثية، يعني بتكون من ثلاثة أحرف فقط لا غير. نيجي للحالة الثانية لما تكون الفعل أكثر من ثلاثة أحرف، يعني رقم اثنين بنسميها الأفعال. إذا الحالة الثانية بنكتب هون هي الحالة غير الثلاثية، يعني المكونة من أكثر من ثلاثة أحرف. طيب هاي الأفعال برضو نحن عم نحكي عن أفعال معتلة الآخر بتتكون من أكثر من ثلاثة أحرف. طيب خلينا نشوف مثال آخر اللي هو الفعل اهتدى. لما يحكي لك السؤال يا تاسع هذا اهتدى، اعمل عملية إسناد إله لجميع الضمائر التي تعرفها. شو بدك تعمل؟ تكتب ضمائر المتكلم وضمائر المخاطب وضمائر الغائب. إسناد الفعل اهتدى هو كالتالي: اهتديت، اهتدينا، اهتديت، أنتما اهتديتما، أنتم اهتديتم، أنت اهتديتي في كسرة، أنتما اهتديتما، أنتن اهتديتن، هو اهتدى، هما اهتديا، هم اهتدوا، وانتبهوا لاهتدوا فتحناها، هي اهتدت، وهما اهتدتا، هما للبنات، وهن اهتدينا، وانتبهوا لي للاهتدينا. طيب خلينا ننتبه لشوية ملاحظات رح نحكيها زي ما حكينا هناك بهذاك الجدول. طيب إذا أول نقطة بدنا نحكيها بالنسبة للفعل اهتدى إنه هو أولا زي ما حكينا هو فعل معتل الآخر ومكون من أكثر من ثلاثة أحرف، تمام. طيب هلأ عملنا عملية إسناد، شو سوينا بالألف؟ الألف هنا. طيب إذا الشغلة اللي بدنا نلاحظها هنا يا تاسع إنه الاهتدى قلنا الفعل المضارع تبعها هو يهتدي، إذا أصل الألف هي ياء. طيب بكل هاي التصاريف وبكل هاي الكلمات قلبت الألف إلى ياء، ليه؟ لأنه زي ما حكينا لكم الأصل هي ياء، فبالتالي كلها لاحظنا صارت يا يا، اهتدي، اهتديتما، يا 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 يا، موجودة هنا اختفت. إذا في حالة واو الجماعة أو اهتدى، لا هنا رجعت ألف، هنا رجعت ألف، تمام. وين اختفت؟ في حالة واو الجماعة هيها، هنا هيها ردت رجعت الياء، إذا هون صارت ألف هنا والباقي هون زي ما حكينا ضلت ياء،
في الحالات اللي اختفت كاملة، لا في ألف ولا في ياء، في حالة واو الجماعة وفي حالة التأنيث. تفرج هون على واو الجماعة، هيها الياء مش موجودة بعد كلمة بعد حرف الدال، هون كمان مش موجودة عند التأنيث اللي هي اهتدت، ما في اهتديت، ما حكينا اهتديت، حذفت الياء. إذن هنا حذفت وهنا حذفت لأنها تأنيث الساكنة، اهتدت تمام، هنا حذفت وحذفت، هنا ردت رجعت في اهتدينا تمام. إذن في حالات واو الجماعة وفي حالات تاء التأنيث الياء اختفت تمام، بقية الحالات ظلت موجودة، يعني الألف قلبت إلى ياء لأنها هي أصلا ياء. طيب خلاصة الكلام بالنسبة للفعل الماضي المعتل الآخر بحالتينه، الحالة الأولى لما تكون الأفعال ثلاثية وغير ثلاثية، إنه لما بدنا نسند الفعل الماضي المعتل الآخر بالألف إلى الضمائر، فإنه إذا كانت الألف، نحن نحكي عن الألف لأنه أصله يا 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 واو، إذا كانت الألف هي الثالثة، يعني كانت ثلاثة أحرف هيك المقصود فيها، ترد الألف الأخيرة هاي إلى أصلها، يعني يا واو يا يا تمام؟ أوكي، في حالة إنه عدم إسنادها لواو الجماعة، لأنه حكينا بواو الجماعة بصير في عندي فتحة ما قبل الآخر وتحذف. طيب إذا كانت الألف الرابعة فصاعدا، اللي هي الحالة الثانية لما حكيناها، لما تكون من أكثر يعني غير ثلاثية الأفعال غير الثلاثية، الحالة الثانية إذا كانت الألف هي الرابعة فصاعدا، يعني كانت الرابعة والخامسة أو السادسة، يعني كل ما كتر أعداد الأحرف، تقلب الألف هاي برضو إلى ياء بس في حالة إسناده لغير واو جماعة وغير تاء التأنيث زي ما شفنا هلأ، يعني تقلب ياء في كل الحالات ما عدا إسنادها لواو جماعة وتاء التأنيث. هلأ بالنسبة لحالة واو جماعة وتاء التأنيث، يعني بحكي لك لما تسنده لواو جماعة أو تاء التأنيث أو ضمير الغائبتين، شو عملنا نحنا؟ حذفناها للألف تمام؟ حذفناها للألف، وحب يعني بالتالي لما تحذف الألف يعني تبتحذف الأصل اللي هو الياء، يبقى ما قبلها مفتوحا، يعني للدلالة عليها. آخر نقطة بدنا نحكيها، أنه لما نسند الفعل الماضي المعتل الآخر بالياء، ها بالياء مش الألف، إلى الضمائر يظل على حاله دون تغيير إلا حين إسناده لواو الجماعة تحذف الياء ويضم قبل واو الجماعة، زي كلمة مين؟ زي كلمة اهتدوا تمام؟ لا مش اهتدوا، لا مش اهتدوا، لأنه اهتدى أصلها ألف. زي كلمة بقية، بقية لما حكينا عنها، انتو كل قاعدة اكتبوا لها مثال عشان تحفظوها. هاي الياء شطبت والواو تضم، هاي المقصود فيها. بقي أي فعل معتل الآخر ينتهي بياء مش بألف، هاي الحالة الثانية، هنا لما ينتهي بالياء وهنا حالات الألف تمام بشقيها الثلاثية وغير الثلاثية اللي هي ألف وباو جيم، والحالة هنا الثانية اللي هي لما ينتهي بالياء. قلنا إذا كان ينتهي بالياء تحذف الياء، نعم لا تستخدم، وبالتالي يضم قبل الآخر. بقو مش عند الواو، سوري، الضمة بتكون على القاف تمام. طب ننتقل إلى النشاط الأول اللي بيحكي لنا أسند الفعل دنا إلى ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب ووظفه في جمل مفيدة من إنشائك. رح نحل هدول النشاطين، واحد واثنين. قبل ما نبلش بواحد نشوف اثنين، بقول لنا أضبط الأفعال يلي تحتها خط. الفرسان إم ط طو فتحناها تمام، لأنه أصل امتطى ألف مكسورة، ألف نعم، فبالتالي لازم الألف الفتحة هون تكون موجودة على ما قبل الآخر، امتطوا لأنها أصلها ألف مكسورة. طيب نيجي لا باء أو اثنين، الآباء شقوا في تربية أبنائهم، شقوا من يشقى من يشقي، يعني أصلها الشقية لأنه أصلها ياء، فبالتالي لازم تضم قبل الآخر، أما هون لأنها أصلها امتطى بالألف، يمتطي امتى امتطى أصلها ألف، فبالتالي لما نرجعها لما نحطها مع واو الجماعة بصير في عندي عملية بنحط الفتحة على ما قبل الآخر. طيب بالنسبة للثالثة، سموا سموا أطامحون سموا إلى المعالي، برضو أصلها سما، فبالتالي برضو تفتح ما قبل الآخر. نيجي لدنا لما نسندها لضمائر المتكلم والمخاطب والغائب. طيب نحل هذا السؤال، إذن الكلمة اللي هي سما، أنا هون منهم نكتب هون جنبها، أنا سموت سموت، بنحط
الحركات. طيب نحن سمونا، أنت سموت، أنتما سموتما، أنتم. طيب إحنا خربطنا، مش سما، مش سما، أنا بعدني بسما، لازم دنا. طيب الكلمة هي دنا، نرد نعيد، إذا دنا، أوكي، دنا دنو تو، تمام، دنا دنو تو، أوكي. نحن دنونا، دنونا، أنت دنوتا، بنحط الفتحة. طيب أنتما دنوتما، وأنتم لا المجموعة دنو دنوتم، تمام. هاي أنتم دنوتم، وأنتي دنوتي، بنحط كسرة. أنتما للبنات التنتين دنوتما، برضو زي دنوتما تاعت المذكر. أنتن دنوتن، بنحط عليها شدة. طيب نيجي لضمائر الغائب. أوكي، ضمائر الغائب هو دنا، بنرجع للألف القائمة، هما دنوا، هم دنوا، انتبهوا إلى كيف الكتابة تنكتب مفتوحة النون. طب نيجي لهي، هي دنت، هما دانتا، وهن دنونا، دنونا، تمام. هاي ها دنونا، فتحة وسكون. طيب يا عزان، إذن هيك نحن خلصنا الجزء الأول فقط من الوحدة الأولى، مادة قواعد اللغة العربية لطلاب الصف التاسع. إن شاء الله عجبكم الشرح، نراكم إن شاء الله في القسم الثاني، رح نحكي فيه عن الفعل المضارع المعتل الآخر لما نسنده لنفس هذه الضمائر. شكرا لكم وإلى اللقاء.